وكذلك حفظك الله تقول: وإذا كانت هذه البنت موسرة وزوجها معسر ووالديها معسران، فمن تقدم في النفقة، الزوج أم الوالدان؟ تقدم الوالدين، تقدم الوالدين، لأن حقهما واجب عليها، البر بهما، والزوج تساعده بما تيسر تساعده. أما أنه يجب عليها أن تنفق على الزوج، لا، ما يجب عليها إلا من باب الإحسان والمعروف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.